كيفاش دونك انا هذاك يحس في نفسي. وبصراحه وليت عيني باش في المستقبل كان باش نمثل في حاجه اللي هي باش تخليني انا نبرز طاقتي التمثيليه، ولا كان باش نكون جوست هكا معناتها نوع من الفيغوراسيون ولا نوع هكا من موجوده في العمل وكل لي. نعرف نعمل حاجات اخرين معناتها هكا نعملهم في حياتي ونكتفي بالتجارب اللي انا عملتها. فما مره تفرجت في ماستر كلاس المخرج يقول كونه المخرج ما ينجح العمل نتاعو الا ما يحب الشخصيات الكل، يحب هذه المدرسه الامريكيه يعطيو قيمه برشا. والمخرج يسمي او سيرفيس دو لاكتينغ دو كوميديان. المدرسه الفرنسيه مختلفه شويه، وبتيتر نحن عندنا برشا مخرجين بحكم قرايتهم بحكم تاثيرهم السينما دوتور ولا لا فيكسيون معناها ديزون لي كلاسيك تخليهم لوفر معناها تاخذ بريوريتي على الاكتينغ ولي كوميديان. بتيتر لا ديفيرونس ما بين نوبة مسلسلات قبلها هي هذا خاطر لي كوميديان فالور معناها اغزالي. للامانه انا عبد الحميد بوشناق كي خدمت معاه حسيته هو يحب الممثلين نتاعو الكل، وحسيته معناتها عنده علاقه عاطفيه وجدانيه بالاحرى مع الممثلين. لكن زيدا في بيسكو هو كاتب السيناريو في الانسبيراسيون نتاعو ينجم يكون خذي بونشان الادوار اكثر من ادوار، وهذا زاد طبيعي في العمل معناتها من بعد تولي الامر شخصي من طرفنا نحن. انا نرى كارو دوري مشى للاتجاه هذاك، الاخر يرى كارو دوره مشى للاتجاه هذاك. اما هو مثلا يقول لك يا خويا انا هكا، معناها هذا اختيار خاص. دايوغ نقول لك حاجه باش نعطيك اون انكدوت اللي انا كنت نتخيلها صارت. تلاقينا سامحني الميكرو هذا طاح شويه. تلاقينا لي سافا 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 ميرسي. من بعد نوبه دونك انا وقت اللي عبد الحميد جاي حكى لي على دوري في نوبه في الجزء الاول بطبيعه عجبني، فرحت بالبروجي. عبد الحميد نعرفه، نعرف سي لطفي، معناتها نعرف شويه، نعرف الوالده نتاعو زيد الزبيده وكل شيء. دونك الرول عجبني وقال لي هو بون معناتها عندي ليه برشا افكار دور هذاك به. والعمل كعمل جديد بطبيعه انا فرحانه باش نكون باش نشارك فيه وبك الشحنه هذيك وكل شيء به. من بعد وفي نوبه دونك انا بيان سور وقت اللي نحن نحكي وكل شيء هو عطاني الدور وكل، وكي يحكي لي على النوبه والمزود وتعرف انا وقتها معناتها سنوات اول مراهقه نتاعي معناتها جو المزود والكل فهمت، واصلا اكتشافي فيه فهمت دونك لي زاني 90 وكل شيء. دونك انا حابه البروجي هذيك وهو يحكي لي على الدور نتاعي وانا في مخي جو الجماعه الاخرين فهمت، يقول لي مراكش في غاديكا فهمت. هكا من بعد صار ايفينمون نتاع نوبه وتلاقينا دونك انا وشادي عارفه يا كي نفدلكو يا اخي. قالوا اسمع علاش من بعد هي ما تمشيش تلوج على راجلها، ما طلقت راجلها تمشي تلوج على راجلها تولي تتضرب في برنقه وتعيش قصة حب مع برنجا يخدم في روحه فهمت. معناتها نحكي حكيناها الحكايه اي فما دي زوفرتور يا اخي قام يضحك عبد الحميد معناتها هو بور لوي يضحك على الفكره وبالنسبه لي من با تختمر في ذهنه وما نجمش يهزها. ونحن معناتها وانا نقول له تي سي دو لا فيكسيون ابخي تو الحكايات الكل اللي نجموا يصيروا الحكايات الكل برشا صاروا معناتها في الدنيا فهمت. اما هو ماهوش مقتنع دونك ما هزهش في الثنيه هذيك. معناها انا توا حليت بارونتيز باش نقول لك اللي انا من وجهه النظر نتاعي اللي هو ينجم يحطني فوالا باش تمشي وهو ماهوش مقتنع بها دونك ما نجمش يعملها. انا جو بونس اوسي حتى انا كانوا يصيروا لي حاجات هكا سيرتو كي نعملوا سيزون 2 3 فما ممثلين يقترحوا انا الحق جدغ لا موتيفاسيون معناها انا نعمل ايفور 9 فوا سور 10 نمشي في الحكايه خاطر نقول انا اللي الحاجه اللي تنجح كونه الممثل يبدا موتيفي في الدور. كي يبدا موتيفي تنجم تعاود السيكونس 10 مرات ما يقولش اي راس وحتى كي تقول له راهو هنا حتى بعد لي رومارك تعدي وخير خير من اللي يبدا هو محصور. دونك كيلكو باغ اسكو يا اون باغ دامرتوم ارتستيك لو فيت اللي نقدرش في الدو. لا اجا نقول لك حاجه اغزالي
انا راني تفرجت عليها كمتفرجة وتفرجت عليها بحب كبير ياسر النوبة والكلهم انا نحبهم ودايغ برشا هنيت منهم. معناتها انا مثلا هلا عييد ياسر عجبتني في دور وسيلة، ريم الريحي ياسر عجبتني في دور نجوى، فتحي الهديوي كل باساج نتاعو نعمل له تليفون وانا نبعث له مساج داندي دوخ معناتها بور موا الكلهم لا ماجوريتي اونيتمون باش ما ننساهمش الكلهم نحبهم، حتى عزيز جبالي، حتى بيليل بريكي، حتى فوالا حتى جهد شيرني الوغ لا زاد كيف كيف قلت له معناتها فوالا اكتشاف في الادوار اللي مثل فيهم الكل بالحق باش ما ننسى حتى حد الكلهم معناتها ياسمين ديميسي سورتو موني تلمودي ياسر عجبتني شكون باش سي كمال تويتي كان معاك معناتها برشا برشا وريم ريم ريم عيد ريم عيد اباغ قلت لك ريم رياحي دونك كلهم عجبوني وبرشا حاجات عجبتني وبرشا حاجات ما عجبتنيش زيدا معناتها في ديزاكس في ملاحظات صغيره اللي انا نكتفي بها لنفسي معناتها كان عندي بعض التعليقات اما هذيك يقعد زيدا في الاخر سي سا فيكسيون معناتها رؤيته احساسه كتابته هو كيف شراه معناتها انا مثلا اليوم معناتها مشهد العنف هذيك نتاع برينغا كيفاش من بعد هكاك اللي كلهم ولاو باش يمشيو يغتصبوه قلقني شويه معناتها في القراءه نتاعي اما تقعد وجهه نظر فهمت باش تقولي انت اميرتوم كل ممثل شارك في عمل وما كملش سي سور عنده احساس نتاع حاجه هكا من الاول قلقتني من بعد اندمجت معناتها في المشاهده وكمشاهده معناها محليها وانا نفرح بكل عمل وكما قلت لك معناتها في الاخر كان زيدا شاركت وجي دور هكيكا طفيف وما علمش مراي مشاركتي ما عندهاش قيمه كبيره فهمت شنو معناها في الاخر كي بها كي بلاش يا كان اعطاني حظ من الحظوظ الكبيره نتاع فكره اخرى ديفيرونت وجديده ولا قدم ولا فيها جو معناها نتاع تحزن وتفرح ومعناتها توري هذيك الطاقات نتاعها فهمت مش حتى توري معناها انت بيدك نتمتع باللعب بالجو بيان سور معناها تو اكسبلور حاجه جديدة حتى عملوا في المايسترو زاد ما عقلتكش برشا وندمت عليه ندمت بالحق ندمت وي ندمت الوغ لا اكثر دور في حياتي ندمت عليه ودايوغ هذاك راهو ايجا نقول لك حاجه هذاك اللي خلاني جوستومون اللي انا شديت فران معناتها ديفينيتيفمون توا كان انا ما نقراش على الورق دور يمسني ونحس اللي المخرج مقتنع بيا واعطاني الدور هذاك باش نقدموا اضافه في العمل مع بعضنا انا ما عادش عيني باش نشارك في حتى عمل معناتها سي ديفينيتيف معناتها انا توا كملت كتبت المسرحيه نتاعي في الكونفينمون باش نعمل تجربه مسرحيه من بعدها هي كان سنحت الفرص انه يكونوا عندي تجارب اخرى اكيد تثري مسيرتي التمثيليه سينو انا اعلاميه ومنشطه وكاتبه ونجم نعمل حاجه اخرى. شنو لابيل لي بلونش كيفاش التياترو معناها اسكو باش تعمل تياترو خاطر سي اون انفي معناها كيما نقولوا حلمه قديمه. اسمع بربي جوست باش نعلق على خاطر ما كملتش الفكره نتاع على المايسترو علاش هي مشكله كي واحد زوز اعلاميين في انترفيو تدخل تسخت ما عادش تعرف شكون ياسر شكون اللي جاوب تفضل لا تفضل حتى الميكرو معقب باش نعاود نعقبه لك الميكرو بعد اذنك حاتم اسمع تعرف علاش خاطر جبنت نحكيو على فصل المايسترو باش نقول علاش ما كملتش الفكره نتاعي ودخلنا في حكايه اخرى ان فيت كي تبدا ساعات يقترح عليك مخرج دور ودور ذيك تبدا تقرا فيه ويبدا مثلا يمد لك 8 ولا 10 سيكونس داكور واللي هو ما فيهش معناتها ما تحسش فيه في حبكه دراميه ومن بعد يقول لك راهو قاعد يكتب ومن بعد ما يكملش تكتب ولا ينقصوا دي سيكونس ولا تدخل ان ديكور ويتنحاو منه خاطر ما كملناش الوقت مثلا